كان عندنا جهاز معجل خطي واحد لعلاج مرضى السرطان بالعلاج الشعاعي في المستشفى السابق. بسبب تدير المستشفى خرج هذا الجهاز عن الخدمة. ضمن الواقع تحتاج محافظة نينوى بالحد الأدنى إلى 4 أو 5 أجهزة معجلات خطية بناء على عدد السكان المحافظة. كل 1,000,000 نسمة يحتاجون تقريبا جهاز. حاليا احنا ما نمتلك اي جهاز، يضطر مريض السرطان الى حمل حقائبه وذويه للسفر الى خارج المحافظة واحيانا الى خارج القطر حتى يحصل على هذه الخدمة. وهو تعرف مريض السرطان هو اصلا مستنزف ماديا ونفسيا وجسديا. ملف بناء مستشفى الاورام اللي به هذه البناية التخصصية اللي المفروض توضع بها الأجهزة أحيل إلى منظمة دولية اسمها منظمة UNDP مشهورة ومعروفة، وبدت منظمة UNDP بالبناء والإنجاز. كان المفروض ضمن سقف الزمن المخطط له أن تكون نسب الإنجاز يعني 100% منذ إشباط هذا العام. يعني المفروض في إشباط 2022 نحن نستلم المستشفى جاهزة كاملة من ناحية البناء الهندسي، وحتى نبدأ نجهزها بالأجهزة، أجهزة المعجلات الخطية. اللي صار أنه إحنا في إشباط 2022 ونسب الإنجاز لم تتجاوز 20%، وراح تخلص 22 ولا زال نسب الإنجاز لم تصل 25%. هنالك بطء شديد في خطوات بناء المستشفى. إذا ما تم بناء المستشفى وإكمالها لا يمكن أن تستورد الجهاز. يعني عملية استيراد الجهاز عملية سهلة جدا، مجرد تروح الدائرة أو المحافظة على أي شركة تتعاقد معها، خلال 5 أشهر 3 أشهر تجيب الجهاز وتنصبه. المشكلة هذا المكان غير متوفر داخل المحافظة. أخرجت على البصرة مستشفى صدر، إيه وأكون مستشفى الولادة، رحت أنا على الصدر، إيه خذوا لي إشعاع 36 جلسة. إيه بس ولدتي قبل شقد رحت؟ صار لي إيه شهر ونص من رجعت. أجل منو جاء معك؟ أهلي ولا زوجتي تجيك هي. زوجتي أيوه. أهلك زين. زين شقد صرفتوا مصاريف؟ والله صرفت والله ما تنعد. لو كان الجهاز بالموصل موجود افضل، لو ضبطت 65 افضل من نوقه، لو ضبطت 75 افضل من نوقه. يعني انت متعب وتروح يعني بدل ما ضبطت 100 هنا لا ضبطت 75 هنا وقريب عليك. هي ودينا له على البصره على الاشعاع، يعني بس حجز بالبصره طلع يعني قوي. ايش قد طولتوا بال؟ والله 2 و10 أيام تقريبا. زين بالسفر متعب؟ والله هلك بالسيارة، هلك غزلين، هو المرض غزلين ويبست يعني بالزرع ما وصلنا، والحمد لله وصلنا. وتعب فندق وأطفال عندي عفتوهم وزحمي مزحمي. رحت في 2020 وتحسن الصر الزيانة بس على المتابعة. بل 2022 رد على الكبد المرض مالي، حاني على أربيل هم خذت شعاع. رحت الأربيل آخر شيء؟ أي آخر شيء الأربيل. كيف دفعتي بأربيل؟ هذا بس تكاليف التاكسي ولا أي فحوصات خارجية هم مجاني. يعني لو كان أكو جهاز شعاع بالموصل سوي بالموصل لسه ماكو. حاليا أنت تأخذين مستمرة على الدواء؟ إيه دعاخذ علاجي غالي والله، علاجي خارجي 30 ورقة.